هو ده وقت لعبي يا عرموتي يا حبيبي يا احمد؟ اهدي شويه وركزي علشان نعرف نعمل خطه موضوعيه ونعرف راسنا من رجلينا ونعمل خطه لانقاذ اخوك يا احمد. معلش احنا بنتكلم يا حبيبي يا احمد. يمكن يكون خرج من المدرسه مع حد من صحابه عنده انترنت قاعدوا يلعبوا اتاري مع بعض جيمز يعني. معلش لا 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 لا, لا. لما احمد ما رجعش من المدرسه أي. ماما راحت سالت عليه هناك قالوا لها انه رجع رجعت البيت جالها تليفون من واحده قالوا لها ان احمد بخير وهيفضل امان عندهم اذا القرموطي نفذ طلباتنا. قالوا القرموطي في التليفون؟ طب اللي كلمتها ديت كانت من صقليه ولا من جزر الهواي ولا من روما؟ تفرق مع الاخ القرموطي؟ يا قرموطي انا بتكلم جد. ده معناه ان خطف احمد ليه علاقه بالمهمه بتاعتنا. بيمسكوني من صباعي اللي بيوجعني. والمشكله انهم حذروا ماما انها لو بلغت البوليس مش هتشوف احمد تاني. لا 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 ما تعيطيش قدامي، احمد هيرجع ان شاء الله. امسكي نفسك. مش عارفه اعمل ايه، ماما حلفتني ما بلغش البوليس. انا حلفتك انت لكن ما حلفتنيش انا. بعد اذنك يا انسه شهيره. مشيرة هم ده وقته شهيرة مشيرة. اخوكي مخطوب في كلام كده. ادخل. تمام يا فندم. الاخ القرموطي. السلام عليكم. مساء الخير. مساء الفل. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا قرموطي؟ انا قلت اتخفى يا باشا، لازم اتخفى. عملت ان انا سايح وطالع من الفندق علشان محدش يحس بدبيب خطوتي. ده انت كده بتلفت النظر ليك اكتر. الفت نظر مين يا سعاده الباشا؟ ده انا لابس الكشتي من غير شراب، محدش يعرفني ابدا، لا يمكن حد يعرفني كده. المهم تكون اتاكدت ان محدش شافك وانت داخل الاداره هنا. لا هو محدش شاف. لا بتاع البطاطا. ايه؟ بتاع البطاطا؟ بتاع البطاطا اللي واقف تحت كده قدام الاداره، وانا داخل زي ما تقول اتدنيت على زر بطاطا لان كنت على لحم بطن الكندوز بقالي 3 ايام. وعموما هو لسه واقف تحت، لو شاكين فيه ممكن تقبضوا عليه، ما تحركش جوه. انا اقصد يعني ما كانش حد مراقبك؟ قصد حضرتك كده مان تو مان؟ نو لا. لا استنى سعاده الباشا، شفت الممر بينفع برضه هنا. سواق التاكسي وانا جاي قال لي انت رايح فين؟ قلت له انت مالك؟ افرض ان انا طالع في مهمه سريه تدخل نفسك في مشاكل وسين وجيم. فقال لي لا هروح ساكت خالص حتى ما اتكلم، وانا نازل حتى ما رضاش ياخد مني البكره. والله ما احنا لا انا بخوفهم برضه. شوف يا قرموطي. ايوه شوف. أكيد العصابة اللي خطفت الطفل هتتصل بيك دلوقتي في الفندق، فأنت لازم ترجع الفندق وبعدين تبلغ مشيرة. أنت وهي ما تعملوش أي تصرف من غير أنا ما أتصل بيكوا شخصياً. حاضر. كده أقول كده للأنسة مشيرة علشان هي مش حاسة إن أنا كبير القعدة قرموطي. حاضر يا باشا. وقول لها تطمن أخوها هيرجع بالسلامة مهما كان التمن. أنا خايف يكون التمن ده رقبتي يا باشا. اطمن يا قرموطي، المجرمين دول هم اللي رقبتهم هتبقى التمن. روح انت الفندق دلوقتي وانا هبقى اتصل بيك. حاضر. بعد اذن سعادتك. تعمل ايه يا قرموطي؟ لا معلش يكون حد برضه لسه مراقبني ولا حاجه، فالاحتياط واجب. اقوم انا لما المركز ديت بالمقلوب ولا مخلوق في الارض ممكن يشك فيا. بعد اذن سعادتك انا اسف يا باشا. بقى ودي تبقى كده ودي تبقى كده كده مفيش مخلوق في الدنيا يا رب. بعد اذن سعادتك. شوف يا سليم، لو افترضنا ان صفاء وسعيد مافيا الف وان انست مافيا ب وان انست هو اللي قتل صفاء وسعيد، هنفترض كمان ان في مافيا ج هي اللي قتلت انست. طيب انهي عصابة فيه اللي قتلت المخرج وخطفت احمد؟ هو ده اللغز. ما انتوا بس لو صدقتوني ان انست ارنست ده بيظهر لي كان اللغز ده كله يتحل. واحمد ذنبه ايه ده كله؟ ده طفل ملوش ذنب، وماما حالتها صعبة قوي يا قرموطي. يعني اخوك مخطوف وعمالة تاكلي، هو مفيش دم خالص. مش كفاية امك يعني بقى لها بتاع 4 ايام ما بتاكلش؟ انا عارف اصل قلب الام لما ابنها بيتخطف. كل ده عشان خاطر ظرف. اكيد اللي خطفوا اخوك عاوزين قصاده الظرف السري. انت شايل الظرف فين دلوقتي؟ مش هقدر اقول لك حرصا على السريه. مش جايز يكون في حد بيتصنط على كلامنا. معلش احنا بنتكلم يعني. اوعى يا قرموطي. حط المفتاح هنا، حط المفتاح هنا، النور ينور. بص اهو. ممكن يا قرموطي. بس استنى بقى، استنى عشان اامن الطرق. الطرق لازم تتامن. اوعى اوعى. امان خش. ايه الورقة دي؟ ايه ده؟
لا يكون مرعي بتاع الكلمه بعت لك امبياله ولا حاجه تبين عليه جواب. اه ده مكتوب بالانسر ماشين. انسر ماشين يعني الاله كاتبه انت ايه ضعيفه انجليزي؟ طب استنى مشيره، اذا اردتي مقابله اخيكي احمد انزلي انت والقرموطي الى صاله الديسكو حالا. لازم اتصل بكامل بيه. لا استنى قبل ما تتصل بكامل بيه انزل الديسكو وبعدين نبقى نكلم كامل بيه. طب يعني كامل تمام. استنى بس استنى اعمل لك التربه. استنى اعمل لك التربه. ما 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 انت كده هتفضحنا يا قرموطي. يلا تعالى خلينا واقفين كده في مكان مكشوف عشان يشوفونا على طول كأننا بنتكلم عادي. ها قال يعني مش لاقيين مكان. دفيني جردل دفيني جردل دفيني جردل. خد ايدي يا ابني خد ايدي يا ابني خد ايدي يا ابني. هما كانوا بيرموا قنابل مصيرة للدموع. ربنا يكرمك مش هنسالك الركوبة دي يا ابني، اردها لك في عركة ان شاء الله. لو مرعي بتاع الكلمة عنده واحد زيك بالتقسيط انا فوق. فوق ايه؟ فوق. الله يا جماعة ما احنا كنا ماشيين كويسين مع بعضينا دلوقتي بالراحة. شو اوعى ايه ولا احنا رايحين على فين؟ الظاهر ان احنا اتخطفنا يا قرموطي. اتخطفنا؟ ايه اللعب؟